أنا الآن في موقع العمل، شارك معكم شي شوية صار دردشة هضرو. أنا الآن أولا دابا أولا دروك كنزند في الفاخر كما كيقولوا بالدارجة المغربية، الفاخر هو الفحم. كما كتشوفوا حاليا نزن بالفخر باش ان شاء الله نبدا نطيبوا القتبان ولا المطارق ولا واش كيسميهم. الجو تغير هاد الايامات، هادي هي الجميلة فيها الكبابة، هي هادي اللي دايرة هنا، وهذا الحمر راس. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد لاباس عليك؟ الحمد لله عبد أحمد، الله يبارك فيك. هي بلاتي تشعل العافية واحد شوية، نعطيوها طيب شويه ديال البرد باش تشعل. من بخير وسريف يعني السلام ورحمة الله وبركاته. سام صادق شكرا بلادي يابت عمر وقت سجده عاتم الله اثنين ها؟ عاجل وقت سجده عاتم الله عاتم الله يا الله واخ على ما تحركتني شويه يا الله واخ.